ترى طيب. طيب دكتورة أسيبك تشوف شغلك. It's like mine. ما شاء الله ما شاء الله قمر مثلك يا أمل. تسلم يا أبا تسلم. إلا قولي لي ما لا نوري تأخر نشين نخلص قراءات الخروج. والله نوري قال بايكم أه موضوع مع الدكتورة مها شي كمله وشيتي. يلا إحنا براء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أم الأمورة؟ الحمد لله أحسن من أمس. ده فضل الله من ثم فضل الدكتورة اللي سهرت عليك. ولو هذا واجبي وأي وقت بتحتاجيني رح تلاقيني جنبك. والله إنك أسلو يا دكتورة مها. العسل بعدها باللفة صحيح شو سميتوها؟ والله دحنا ما سميناهاش احنا اصلا دحنا ما حصلناش ابوها. لا انا لقيت ابوها وقال شي اسميها زنبقه. زنبقه حرم الاكن ذا الاسم قديم وبعدين انا حصلت لها اسمه بس اداني شحاول اقنع بها ابوها. ها وايش هذا الاسم؟ شو نسميها ان شاء الله؟ نوريه. نوريه خير ما سميتي. اسمعوا لي انا شاروح اخلص القراءات تمام وانتم الحقوا بعدي ان شاء الله. يلا مع السلامه. ممكن اطلب منك طلب يا دكتوره مها؟ اكيد اشتيك بس تحضرين عندنا في القريه مسابق حق بنتنا نوريه. ان شاء الله راح احضر السبوع تبع البنوته. اكيد 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 بتحضر وانا بجيبها بنفسي. مريم باجلي ذي جدتي وهي اللي تعلمت منها مشجاعه ومقوه وهي كانت رئيسه القبائل هناك ومشجاعة اللي انتو شايفينها هنا واللي دائما تتعلموا منها وتاخذوها قدوه لكم هي من جدتي ذي مريم. قالت زنبقه ضروري نروح لمقناوس. من مقناوس نروح لحرض. رحنا لهناك لحرض وصلنا دخلنا بيت ذي اللي ضيفنا وماتن. ماتت بسبب مكهربه طفيت وطفحت هناك. هناك يطفوا علينا مكهربة بين محرضك ومضيق. الله لا وفقهم ولا سامحهم. قتلوها ولكن أنا وقفت كذا بندقي وقلت لا. أيوه قاسم. ما يا أم؟ كم جواب الشيخ؟ والله لو ما الشيخ إن أنا الشيخ تجلس هانا معاهم. سنبقات العلي. يوه أم جن ركضوه. أنتم من الأدلة ما قال؟ قال إن مجوه الحق المختطف معاه. حرام ردم تلفون حق الناس ما يجوز كله. زنبقة مش وقت ذا الكلام. تا الفرصة الوحيدة علشان نخرج من هنا ومجوال ذا شن نتصل به لحنا وشهرجون نحنا من هنا. ما شاء الله علم ذكاء ما شاء الله علم ذكاء ما شاء الله ما شاء الله. قلت لي مسماك؟ أنا ركزت في تحرياتي على الشخص الذي سرب المعلومات للخاطفين والشبه كلها تدور حول دساس الذي زرعه بارق في القرية قبل الاختطاف بفترة بسيطة وهذا يخليني أشك أن بارق وراء موضوع الاختطاف. ولو أن هذا مش دليل كافي على تورط بارق لكن هذا ما يمنعش أنك تبني تحركاتك عليه. وهذا اللي صار يا فندم. أنا خرجت أمر من النيابة بتفتيش بيت بارق وقريته ومجهز الآن طقم وقوة علشان أداهم البيت. وانت خليك هنا المكتب مكتبك وان شاء الله ارجع لك باخبار حلوه. الله معك. انا اذنك يا فندم. يا جماعه الخير الوقت يمر وضح رجل اعصابنا. انا عندي ديمون زنبقه وكلام ورقه ولا حركه الاعصاب. زخيم شوتر وزبروك وهواش مش ناقصين طريقه اللي فيهم يكفيهم. خاف الله زخيم. خاف الله في احنا يا رجال. خاف الله. هو ده وقته يا زخيم يقدم مسدسه في اخويا بيقول لك بقى ساعتين ويعدموا سباقه. عارف ايه يعني اعدام؟ يشنقوها يموتوها. لكم ايه؟ انت وزخيم لا تذكرونا بالمقاسي. اصل الله اكبر عليكم. عسكري جهزوا الطقم. فندم فندم بدي تروح كلنا ما عملتوا لنا. انا خارج الان بمهمه تخص موضوعكم ولما ارجع ان شاء الله اطمنكم. يلا فوق الطق فوق الطق ان شاء الله. يا رب يا رب. معك رقم انت؟ دبعة 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 ها سبقة ها أبعة هاتي أنا شسجل. أيوة كم؟ أبعة سبقة أبعة سبقة أتمزيز بدبتع. الباقي كله فرنسي أو صيني أنا ما أدخل. اكتب دبعة
بقى يوه جاوبتني واحدة قالت ما فيش عصيد معاهم مدري الرصيد. يا عنان يا عنان قل للشيخ بارق زيد السعر شوية ولا فته. انسوا كلمة يزيد السعر شوية انسونا انسونا وقعوا تجارة مثل الناس. مش اخبارك الالتزامات ما هنا في القريه ونفهمون وانتم ما عليكم يا حبايب الا تكلموا مزارعين ان ما حصلش انا اشتريه بمسعر قدام ومنه منه ما يكمل. طيب نزكن على كل القرى ولا قريه كذا وقريه كذا؟ انا يا قلبي انا على كل القرى ما فيش عندنا واحد احسن من واحد كل الناس سوا كلنا عيال تسعي تمام مفهوم جماعه مساواه في ظلم عداله ايوه عداله. وين بارك؟ لو سمحت يا فندم الشيخ بارك. انا وين بارك؟ بارك بارك ولا تزعل الشيخ بارك في الامل. فتشوا القرية. اوه على ربي السلامة. الحمد لله على السلامة حبيبتي. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. نعمة دوم فتشنا قرية كاملة ما في شي أحد. بسيطة يا بارك بسيطة. هي شيخ بارك غور علي يا شيخ بارك غور مفندم عادل اجو قلب مضافه فوق تحت وقلب قريه كلها وبازونا بازونا ما بولي مصفار انا معرق على نفسي يا شيخ بارك ايوه دورا صنبقه واللي معها اللي بتعمليه ده يا ولية حرام عليك احنا عندنا البيض بناكله مش بنرمي في الارض كده حرام مالي يا خيتي تفرحه وان فرحت اول انا مش شيطان دي تبكي انا مجاية يا خالة وده غلط وبعدين دي تخارف لا تنفع ولا تضر وحرام بين مكانكم مكانكم تقول الآدات والتقاليد هذه والخرافات شفيقة ام قمعة ما هو ذا فشختهم بيض يعني خسرين تذبحوا كبش واحد بس كبش مرة واحدة يا اختي ولا يهمك يا فوزية ام كبش نذبحها لم سابع وش تاكل اللحمة لما تشبع لا تخافنش والله يا بنتي لما تكون مولاده بكريه يهبون كبشين مش لكبش كبش لاصحابهم بيت وكبش لهم جيران ولا يمكن شذبح لكم في السابع ولو حتى ثلاثه كباشه بس يانا شوتر جعفر فيانا ام جماعه فيانا هون كلهم في الاسم يا غيلان وما سوون اد والله لحد دلوقتي يا ابني لا حس ولا خبر والمصيبه ان مش فاضل غير ساعه ونص بس على المهله اللي ادوها لنا المجرمين دول الله بعيني اما يلا ام غيلان خلي حال قوم للقسم يلا بعدي وادي أبقر وادي أبقر والله ودفع قافة يا بقر والنونو قد أتت وحبيبك قد أتت ماهيش معانا وقت والله ما معانا وقت يهتيني معا بس معانا وقت يا جماعة يا أخوانا الوقت بيمر كده مش في صالحنا كده حيعذبوهم حيموتوهم الأمن فين يا بليس يا بليس يا بليس لالك وابني وراك سيذبحوا لك لالك وابني وراك قلبي عليك يا كريم ابني سيبوك شبابك هدر انا قلت لكم عليكم من الامن دحين موطى لك الامن يا شوتر وين عادل وين الضابط عادل يفتيني يا شوتر صبرك صبرك يا جماعه صبركم السلام عليكم وعليكم السلام ها ما سويت يا اخي شوتر ولا حاجه مري والامن ده موطى لكم يصرف لنا هدره
صدقتنا؟ صدقتنا؟ يا جماعة اصبروا، على فندم عادل ده هواجي. طمنوا يا جماعة، إن شاء الله ما يقع إلا كل خير. أذرونا، لازم أروح أشوف العيادة. الله معك يا نوري، الله معك. فرقها، فرقها يا صاحب الفرق. راجع نفسك يا طفاح. إيش تودينا في 60 داهية؟ ومصالحنا كلها اشتبوك. أسمع يا بارك، أسمع. مالك تكلمنا كذا؟ أوزن كلامك، ده أنا أقول لك تسمع إلا لا، وأعرف أنت حاكي. أنت تحاكي مع الشيخ طفاح، ما ناش قال وجالس وتلقنا. وهذا ما هو الذي هبيته. ما هبيت. يقول الشرطة للمبرز حقي؟ ما هسي أكثر من كذا. والله أنا خايفه يا شيخ طفاح، لا يهبوا لنا كم من مصيبة ولا يلفقوا لنا تهمة. يا بتيدي يا بتيدي يا بتيدي، حقك الضابط وين هو؟ الوقت ضاع والضابط لا حس ولا خبر. أصبر أصبر يا عمي شوتر، أصبر، عليه العوض ومنه العوض. عاد عندك أمل يا شوتر إن القسم ذا شيرجع لك زنبك. يا قسم يا غيلان، ما عليكم من القسم، أنا أشم طبخة وطبختها طفاح. ها عم شوتر بشير، إيش عملتم؟ ما وطينا، ما وطينا، نراعي المضابط، المضابط ما قال الآن. ها وين زنبقة؟ وين كليم؟ وين ورقة؟ وينهم؟ ما حصلناهمش، لكن بنواصل التحقيق. واصل التحقيق؟ واصل التحقيق؟ باقي وقت للتحقيق؟ يا ليتنا، يا ليتنا مشيت طريق القبيلة. شوتر، من تقصد؟ طفاح؟ يه طفاح. صدقنا يا شوتر، المصايب كلها في القرية وراها طفاح. حرام عليكم، والله حرام عليكم انتم تحملوا فشلكم طفاح. غيلان بطلن فتنة، صادكم ابرخم ما قال عليك غاك. وانتم بطلن الكذب حقكم، جالسين تضحكون على خيي شوتر، انتم ترجعوا لزنبقة، انتم القسم ذا. من حقكم تقولوا كل اللي نفسكم فيه، لكن تأكدوا ان احنا بذلنا جهدنا ومستعدين نضحي بأرواحنا من أجل قضيتكم. لكن للأسف في من أهل القرية من يحاول يفشلنا، ومش عارف انه فشل الأمن يعني دمار القرية، لانه لا حياة بلا أمن. صدقونا يا جماعة، والله بال والله طفاح. يه شنو روح عند طفاح؟ شوتر لا تستسلم، كل اللي عمله طفاح من خراب ودمار في القرية هو من أجل لحظته، من أجل لحظته اللي تقول فيها ما لنا إلا طفاح. ايش اسوي يا بتين؟ حتى لو كان كلامك ذا صحيح، أنا وش أسوي؟ أخليهم يذبحوا زنبقة؟ أخليهم يذبحوا زوجتي يا بتيني؟ يه ما معيش خيار يا بتيني، والله ما معي خيار، لا روح نطفاح. يلا يا جماعة نطفاح.